فضيلة الشيخ، ملابس أصابتها نجاسة، هل يصح غسلها مع ملابس أخرى طاهرة في غسلة واحدة أو بوضعهما معا في غسالة مرة واحدة؟ جاء في الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة له إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، أما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له سواء غيرت شيئا من طعمه أو لونه أو رائحته أو لم تغيره. والماء الذي يكون في الغسالة العادية في البيوت يعتبر ماء قليلا، وعليه فلو وضعت فيه ملابس متنجسة فإنه ينجس، وكذلك ينجس كل شيء أصابه هذا الماء. والإمام الشافعي يرى أن الماء القليل ينجس إذا وضعت الملابس المتنجسة فيه، أي كانت واردة عليه، أما لو وضعت الملابس قبل الماء ثم صب عليها كان الماء واردا، فإن الغسالة وهي الماء المتخلف عن الغسل لا يكون نجسا، وتكون الملابس قد تطهرت إذا كان الماء خاليا من المنظفات التي تضاف إليه، أي كان ماء مطلقا لا يتغير بشيء آخر من الطاهرات، وزالت عين النجاسة ولونها ورائحتها. وتيسيرا للغسل ووقاية من النجاسة يمكن وضع الملابس المتنجسة وهي ملابس الأطفال في الغالب في البانيو أو في وعاء كبير، ثم يصب عليها الماء وتزال عين النجاسة وتعصر بعد ذلك فتكون طاهرة من النجاسة، ولأجل التنظيف أكثر تغسل في الغسالة مع المنظفات مرة أو أكثر، وفي النهاية تشطف بماء صاف فيتم غسلها وتطهيرها على هذه الصورة. ومن الأفضل غسل ملابس الكبار إذا كانت طاهرة وحدها، ثم تغسل ملابس الأطفال على النحو الذي ذكرناه لتستريح النفس ويبعد الوسواس، والله أعلم.